نمت عن محاضرة كده يعني بياني هستم بركم خطبة زي خير بدعتوا زي خير أبرا دم خوشش بدعتوا ربي راسي دم جي خوش والله أوان أبرا زيادة اهتمامي بيبدر ما شاء الله اللي بكاك محمد بيدسي زور دم وصدايا كي خوش بي أو كاك دفع بيجش والله هيز عيبي نبو عيبي والله يقول زي خير يا بدعتوا يا ربي خوش بستان أو يوم دمي لخزمة مرستان باز بكم ادب لگه پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام چونه و چند زوری هیه زور دور با کرتی سرطا نعشینم چونه براسی اوی که من مصطفى نوی او هموشتا براسی حزم دکر هر بطه من مصطفى و بطه من مصطفى بچو باینو اصلاح حد فقط تکمیلی هند یکشتی من مصطفى امن نوی تکمیلی دکر و اگنه هیچی تر نیا ادب برامبر پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام چونه و چند زوری چی هیه دبانا ما هم من براسی اوی دکر که أدب من برامبر بيغمبري هبي عليه الصلاة والسلام أدب للغة عربية بدون معنى هاتوا بإجابة بمعنى أخلاق جوان يومنا بمعنى أدب اللغة العربية كأواني كنحو الصرف وبلاغة دخلين أو بيدرين أدب هالوقت يخوي ناوي لنا أدب تكون براسي فيري قسين جواني دكا فيري روان بيجي دكا فيري أوي دكا هركز المقابل بي بقدر لايقي خوي دكا يقصو وتبيجي بكا والله بمعنى يكمل مقصد ديالها او ايما هتسو كوتي اخلاق يعني جوان ايما برامبر بيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام تسولنا لشكرا طبعا ايما بس سولي زور ايما ابي ادب ما نمي برامبر بيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ادب اجاب قلبية ادب دوام قلبية ادب سير فعلية ايما دبي بهر سير زور براسي لخزمة بيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ادب بنوين ادب قلبي او بشي كما طبعا قدر من باي وشي ما مصش على كيف يخد يخينه براسي من باي اسراري هم انسان هم خوايا كنا خوايا زاني سنه وتطلعها اصل انسان ايش قد بيتي ها ده جسباني لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فما يبقى الا صوره اللحم والدم يعني براسي انسان تصير بارسه كوش تي كزبانه بارسه كوش تي قلبه زبانش مراجي قلبه مراجي طلع كانت أسراري أو إنسانة هوي لقلب داعي بوي تمشاكل ديني خواهي قولها لفو قلبه إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم لكوات أو فارس بوشتي كدلا براسي حمو أعمال قولك نوي داعي وكو حبو بغضو كراهيتو رياو كبرو عزبو حمو إخلاص خوشن استحق أواني أعمال جورا كان سمون زيبي سمون إلمي سبحان الله هوي لنا قلب إنسان ده ديك هذا أو قلب حتى زي ضلالة زي هداية زي الريبة زي إيمان زي حموش ده كان سبحان الله لنا قلبي أو إنسان رندناته أدي أدبر عن بربي غمبري خو على الصلاة والسلام لنا قلب سيا دوشتا يا كمين عن تصديقي نبوة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لدلتنا جو محبتك او طريقه بي برامبر او پیغمبري خوي عليه الصلاه والسلام تصديق النبوه او بس هي زوره كبراسي لنا خدرا لنا متقدره بالرواي تواب صد لصد تبك او محمد عليه الصلاه والسلام او پیغمبر نازل ندري خوي هيك كمان هي لوي كبراسي محمد عليه الصلاه والسلام نردراوي خوي رب العالمين باشا بزبان او ايمان بيان بكم بزبان او 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 او
او ايمان اشكرا بكم سمينيا بعمليش تطبيق بكم كبراسي ام ايمان ببيغمبراتي محمد هي صلى الله عليه وسلم يوبشت محبتي لي طبعا محبش لي خفيه بلام لصاهيري لأعمال كانت بديار دكري أتوتسان محبتي أو بيغمبرت صلى الله عليه وسلم نطلع أولي كشني جاء خوش دوي لدنيا عيدا خلق لو سيس أو كان دكريتوا يان أوشتا تامي جي لي دكي لجواني لريجي مثلا تو تيني جي جوان دبيني أو تيرت خوش دوي تكو زور زور بيت جوانا ديمان نجي جوان دبيني براسي أو ديمان نت خوش دوي تكو زور زور بيت جوانا تام نخواردی چی خوش دکه خوش دوی دبروی تام و لذتی چی بیه دکه او زاره هوکاری اویا لذت و احساس و معنوی لذت و خوشی که او زاره معنویه قلبیه مثلا کبرای چی ولید خوش دوی کبرای چی محسن خوش دوی اوان خیر دکن دو دبا اخلاق زوان دکی دبا طاعت کی دبا ریکو پیچ کی دبا نفع کی کلبو خلچی هیا خویت علاقه چی بتوانی بلام اعمالی جوانی کدوای جوانی ایش جوانه کان گواده که تو خوشت به سیمنیان او کسی که فایده لبوت و همین سودی لبوت همین تازاتی لبوت همین اتو خوشت داره که تماشای پیغمبری دفعی علیه صلاة و سلام هر سه اسباب محبتی لخب بتوان هم براسی پیغمبر جوان علیه صلاة و سلام خوزی باو کسانی کدیدی دیا خوزی باو کسانی او کسانی کدیتی دیان که وصفی لکن والله درین مانوسا وکو روش عین وکو روش وکو مانگا لزوانی دا ای او اصلا جوانی او ای که موزیبا که انسان خوشی بل حتی یمن صحابا کم دفرم والله مانگا شوی که اتما درین حتم پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم برام برام بود دفرم اتصم بکوا تمشای مانگم دکن تمشای رخصاری پیغمبر دکن هیش با رخصاری او نازاری لمانگا که جوان سبحان الله يوم شد همو اخلاق قمة اخلاق في غمري نايتي عليه الصلاة والسلام للصدق ولفاء وفاء لغيكو بيجي لهمو اخلاق جوانك انما بعثتو لأتمم مكارم اخلاق اقا ما كسك ما لبن اخلاق جواني خوش به كواتا في غمبر عليه الصلاة والسلام لهمو خلجي اولاد ترى كمراسي عاشقين لما هرسي كمال اخلاقا لو ستاوين قلتو سيمشد براسي او خيري اما لبن غمبر ما نيتو عليه الصلاة والسلام هیس کس به کسی ندید و هر گوره تیره نعمتی او پیغمبره گوره تیره خیر و بیانی او پیغمبره من اینه شرک و کفر ازگار کرد با والله او پیغمبره نبای علیه صلاة و سلم خواد از آنی ساتم در برز دار بر عشتر مشک ما نه نه شتیکم در برز شتیکم در کم در خوا اوان در بس که عاشقی او پیغمبره بم علیه صلاة و سلم کنه اونی بتوانم لبو غیر خواهی دوره نعر دیدن هر اوان در بس هر اون نعمتی بارسو دلیه نام کبم با مسلمان میتانم تنها دو خوی دورا لعنتی دانم نزدی او کرده او کرده و راستی دینی دبینه داری چی دبینه تو کره با قرآن با درم دبینه تو هر چی جوانی او کرده ایه همی دینه هر چی جوانیه هر چی کرد که افتخاری پیدا که همه ایدی او دینه همه ای محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم والله یه بینه داری چی دو نمیگه تو بس انا کردو تارانو دزینو فرهودی لیدم یه دویس کنیم که وانا همو اوشتانی که کرد افتخاری پیدا که همه ای محمد علیه الصلاة والسلام دی که وانا والله حدا همو کسی اولاد ترکه ما براسی پیغمبر من خوش بی صلی اللہ علیه وسلم زا او محبته براسی لکردوا لعمل بديار دكي صندقت بابا في السنة كان صندقت حريسي كوا أو ديني كمحمد هناك عليه الصلاة والسلام أتو تطبيقي بكي وبلاوي بكي دو وغم خوري بلاو كرنا وي أو دينا بي أيا من سن تامزرون سن عشقي أوي كوا دلي محمد خوش بكين عليه الصلاة والسلام كبا زياتب بارب دينا كبتنو زياتب دعوي لبو بكينا ألينا لكر دوي روشانا لعملیت ابو بدیار دکوی آیه براسی محبتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام سن لدریم یک نمونه ایمان یا او بکر دیگ موا ما مصد سن بیزور بایی ها مانی
ابو بكر رضي الله عنه رحمه خالد اذا خدمت في غمري عليه الصلاه والسلام هزرت يعني كذا اذا عند ماضي حتى الشيل له في غمري هنا عليه الصلاه والسلام شيله كمه بلان دائما في غمري عليه الصلاه والسلام فانو ابو بكر بخوف منا يا اخوته تبي اكل بخوي تزاني افنو يتسي ابو بكر رضي الله رحمه خالد دفني فشريبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت فرمي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام شيرك إخوة ما تتير أخوة سبحان الله أو حس روحي أو علاقة روحي يا بني بيغمبري بيغمبري شير أخواته عليه الصلاة والسلام إمام أو بكر تير دخواته كاك أو عشقه أو أبينا أو اتباعا أو طاعة أو بيغمبري عليه الصلاة والسلام أو روحه أو إشراقاتاني لبو دروس كدوا هو إمام أو بكر رزاو رحمة إخوائي لبي خالي دوام أدب قوي طبعا هو دور دريجة بس حسنا بكرتي وبكرتي ده خزمة برسان باسم هذا بقولي برامبر بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام شون طبعا زبان نعمة يا شيخوة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وبالامتنان ضمن بس البشرية بعضك يا كريمة إنسان ما في البيان كبوة يا سكت وتعبير بكذا ناقي خوي لهذا خصتي خوي بوي كاتك عزتي موسى دعوة لخوي قولي لك أبي بيغمبر وحب العقدة من لساني يفقه قولي وقولة تري نعمة أخوايا تو أوزو بانا تاك بيان وبيك وبيك بوي بتو عن خلق ديم حاضي بي وحب العقدة من لساني يفقه قولي كابلا قد عشان شي بلا سان فيس زبامي خلق لي تينا دنيا يا قصنا زامي خلق لي تينا يا بياني جواني قصيدي تينا ديك هذا ونعمتي شي خوايا كخوي دور بياني دايتي من فانيتي او خوي عظيمه او نعمتي بها ما بخشي وك بتواني هرسينا ناخمان داها يا زور بريكو بيجي بيون ادي ادبي قولي برامر في غمري خو عليه الصلاه والسلام تيا او هيك كمخاطبه دك هي زور بادب مخاطبه ما مستاي قولنا دوسي خالي زور دوان ورجان لو آياتي كخواي قولا أفرمي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون أو آيات بس كمالك آدامي مخاطبة دكا كلا خصمت في غمري دانشتو عليه الصلاة والسلام يا كمين يان نابي دنك لصدر جبريل كقصيدك أو نبي أتقسم بك كقصيد كده من وسكت بي أكان أويش وسكت بو نبي أتدل جل دنجي بي برنتبي صدقاتي أو قصيدك نبي قصيد بك صدقاتي أو سكوتك نبي أتدل جل بك نهر محاضة دنيا تهر أو طريق أدب واحترام بالمن أو آية تبوا إمام أبو بكر وعمر وباقي أصحاب ذكر كخسان ذكر لخص بيغ لخص بيغمبر عليه الصلاة والسلام ده بعد دوسين زار عن أيام أبو رسيد أو أنت بحس باي أو أنت بنرمي أو أنت بوهي وش خسان ذكر نوكو أو آية تبيان قلتوا لبرتسي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إمام جوزي أفرموت بله هو تنا كفر عمل بتعودك هذا إن أشركت لا أحبط عملك أجاش مشرك بهم عمل بتعودك إمام جوزي أفرمي كل دواي كش هيك عمل بتعودك هذا أليش دن برين كلنا برامبر في غمبر إخوان صلى الله عليه وسلم أي استا استا ابن عربي مالكي أو إمام بيشوية دفرميت جياني بيغمبري مردني بيغمبري عليه الصلاة والسلام وكو جياني واحد أكا فرمودي خندرا ونبي دنجد برنكي نفسي كده كو خواهي قول دفرمي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لبرتك وحيا دفرمي قصيد بيغمبري جو وحيا أكا خندرا ونبي بيدنبي راسي أمن لو خالدا بأدبي عشاشي بلسان بأدبي لما زي سيدادا يشد من متاركة كاكا هو بس آيات وشي حديثي تدادا منتو مع علم خريش البخصة كده أو بأدبيا أو نما توادي أو أدب برامبر أو أدب قولي برامبر بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بس يمكن أدي ولا تجهر له بالقول عسي دبي قليلة هندي العرابة كان إن الذين يبايع إن الذين من وراء الحجرات أكثرهم لا يفقهون نبرسي يعني براسي أنس
نيهم دزاني بان كرديني بيرن بلي خو عليه الصلاة والسلام سونا فحتى بقى ما خوما في الكيكة كمي خوم كقسان دخين إلى برن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بيرن بلي خوا أي أبي بلي خوا أي خوش بيسي خوا أي نازارك أي خوا بقى اسم مجرد خوي كمحمد وأحمد وأبد قاسم أو ناوانا نالي بقى فير من إلا بمدحي أو بيرن بلي باز بكي قول سبحان الله تعالى شيء قرآن يش بكن إيش خواي جبر باس محمدي مجرد نكر إلا رسول الله لقدام أجرنا يا أيها النبي طه ياسين هم بمشي وانا كبانجي كل بلام بين أمريكان يتم معلوم زنات كنا بناي خريان يا آدم هم بناي مجرد خوي بانك لو أول بيخبر الناس دار الناس وجبر كل زور لداي خداي جبر بو حتى خوي بانجي نكر ده إما ادم او ادم ابو معظمتي خوي لك پیغمبر اخي او ها بزونه تو دبي اما چون بزونه اينو برام بر او پیغمبري كذا كاتي مخاطبه او سكند دبي دو پري ادب او حرمته الرز و بنتي خارج تلش صلوات لدان اما ادب كي قوليه براسي انسان دبي يعني اگر عاشقي پیغمبري عليه الصلاه والسلام دبي شو صار ساعاتي كاك حد نص على لو او پیغمبري تا حق نص بسو لو 8 ساعات لو نسن تخان لك لو نسن تخان دم من 8 ساعات ده 9 ساعات لو ابي غنبر داني عليه الصلاه والسلام 6 ساعات اذا دني لبو توباني 5 ساعات اذا دني لبو فيسبوك او انستغرام او اشتن بيسر برانا بو 9 ساعات داناني بو غنبري خالص الصلاه هو بدني القوليه داني 9 ساعات داني بس صلوات الى خدمتي ليدا والله بو صلوات انا بخت اورد بي والله بيقبر دبي والله لناي بيغنبر لاي خو بيغنبر خو عليه الصلاه والسلام خوش بيز دبي والله ما حد يك حديث بس لك بيغنبر فرمي عليه الصلاه والسلام هكا سن يك صلوات من لسن يبدا خو ده صاحب ودرسي وده ناحش اللي رشاك سهل لو نعمته سبحان الله يك صلوات اللهم صل على محمد وعلى اله يك لحظه بدقات خاصه انت صلوات اللي تدري تدخل اللي بود المسيره ده جناح يا رب دكتور دي كانت بلاسي اوش ادب كي قوليه انسان ده بجزء انكش يعني خوي دان اللي بو او پیغمبر عليه الصلاه والسلام ده بيستر صار ساعات ده كادبي قولي برابر مكار بين واوان زور صلوات دي ددان حتى من پیغمبر خوا عليه الصلاه والسلام بخدم اوان بخدمتي پیغمبر خوا گيشتو الا مبشر الا مجدي شي خوش پیدا كوا صلواتك دقاتي يمو وأقاش مالي حتى بزان شتاشي خوش كان يوم بيامو بياو شي صالح أبو فرموني هم روجي صلوات زول نسا بيغنبري دي عليه الصلاة والسلام دعنا أبو هم روجي صد صلوات في روجي شان خوش بوم يمنا دا عن بيتا قد بوم راز دي مسلم وتي خاد خلمي خزانة كم بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي ما بياو كد بري نزاني أشو اللي مسلم صلواتك اللينا نعب صلواتك اللينا دولينا سبحان الله سبحان الله دوار زيخ الصلوات على الهواء مباشر در وانا بخواي والله مجموعة ملائكتك كان بيادر السياحين او ملائكتان غير صلواتك كي تبدأ المسلم عرضي في غنبري كان عليه الصلاة والسلام فرمي يا رسول الله فلان يقول فلان فلان يكسي فلان او دا صلواتي اسدوني سبحان الله زنا او علاقة روحي او ادب عادية كيما زور زي محرومي حالتي سيام ادبي فعلي ادب فعلي اوين كذا طاعته لا اتباع بليان كبراسي سندمته جرالي أو بيغمبري عليه الصلاة والسلام تقول أمري إخوة أطيع الله وأطيع الرسول ونيا براسي لما إما إطاع إخوة أو بيغمبري إخوة وتسندي اتباع شيء لك ما مصير دمون منيتنا ابن عباس وأنا لغير لي عندك أو لغير كاكا لو ذاك أما الناس بس هو اتباع كو بيغمبر عليه الصلاة والسلام ويشوف أو إمام عمر يا والله يا حزن يا سلطة زما تبن نخيرتي نشرتي بس أنت كم بيغمبر مني عليه الصلاة والسلام ما تستكلم عليه ما سبحان الله أو اتباع أي براسي أنا أو دلمان هي أو روح إيمان أو عشق أو إيمان هي أو بمش يا وي اتباع محمد المصطفى بن صلى الله عليه وسلم ذا طبعا أو كساني براسي اتباع النبي ولا تدن لا قولي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام براسي كارسالة عن كارثات شيء زور كوري وتخوي برب بخوي تهديد عندك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب نار براستي برا خوي تهديد عندك بقى غير خوي أو كسانك
به فرمانی او کدکن که توشی فتنه بنیان توشی عذابتی سکر من الی او کسانی درن شما مصطفی روی والله پیغمبر بس هر وقو هرتی و تبلیغی کرده و هیس علاقه من بیونی هر قصه ایش خبزد نیه لسر من هیس ایش من بینی بس حیانی بس او قرآن او معنی قبول عن امره عن قوله واوامره عن براسه عن توشي اتنبون كاوها توشي او زوارته او قم رايبون زهر اوان حزن لك ان خدمتي براس عن بارس بكم زور دي شيء ندم كادب لقر بيغمبر اخو عليه الصلاة والسلام بقلبا وبقول شاء وبفعل شاء يا رب اخوة بحق اسمي عظم اخوة اخوان او ما دي سماني قبول بك يا رب اخوة دايا بكم تبين حق لبو ما داني كأداما كبين بلان بل او بيغمبر عليه الصلاة والسلام يا رب اخوة دايا شايستمع بكي كوا ارمش وكو اصحاب بدوا او بيغمبر بكوين عليه الصلاة والسلام يا رب اخوة دايا او دينا ما بيزوام كي يمج بدينا كزوام كي يا رب اخوة دايا او قمزو شباب هذا ما بفارزي كبراسي خزمتي او دينا بكنو وامانتي او دينا هربيرنو وتبليغي او دينا بكن يا رب اخوة دايا علماء وزانايا كانش ما بفارزي بحق اسمي عظم خود وصلي الله على محمد وعلى آل محمد. خواهی گوره پاداشتی دکتور بداتو انشاءالله برزن هشتیک سرطه همه بگمان کتاییشی هیا بم شوازه هاتینا کتایی پانیلکه منو کتایی من پینا دوکاری لخواهی گوره هم لئیمه هم لئیوشی